السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة سمنان للنواعم. اليوم جينا بوصفة جدا سهلة وسريعة من الوصفات اللي تقدروا ديرها وتجي بنينة يعني وفي وقت قصير. راح نبداو في الوصفة مباشرة. مقادير وصفتنا لنا اليوم في مقلاة، راح نبداو في الوصفة يعني مباشرة مع المقادير. عندنا مقلاة حنحطو فيها كمية من الزيت مع كمية من الزبدة. هنا اذا ما توفرتش عندكم الزبدة تقدروا ديروا السمن، واذا ما توفرش عندكم السمن تقدروا ديروا الزيت وحده. نخليو الزبده تاعنا حتى تذوب مع الزيت وتسخن. هنا عندي حبه بصل تكون مقطع رقيق مع الفلفل. انا سواء تستعملوا فلفل اخضر فلفل احمر الفلفل اللي كان متوفر عندكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد في وقته، هكا باش تشوفوا الوصفات يعني في وقتها كي نحطها في اليوتيوب. بعد ما تقلات البصل مع الفلفل، هنا عندي البهارات، عندي كمون، فلفل اسود، العكري او البابريكا، عندي الفلفل الحار اللي يحب الحار، مكعب دجاج، وعندي الملح والقليل من السكر. راح نخلط كل البهارات هذه مع البصل والفلفل. هنا تقدروا ديروا تزيدوا الجلبانه او البازيلا، يعني تقدروا تزيدوا الجزر، تقدروا تزيدوا الخضر اللي حبيتوها. راح نزيدوا ملعقه كبيره من الطماطم المصبره. راح نضيفوا طماطم مصبره ونخليوها تتقلى اولا مع البهارات والمكونات الاولى، هكا باش تنقص منها نسبه الحموضه اللي تكون فيها. بعد ما تقلات كل المكونات هذه جيدا، راح نضيفوا كميه دجاج. بالنسبه لي انا استعملت اجنحه الدجاج، ثم تقدروا تستعملوا صدر دجاج، تقدروا تستعملوا اي قطع تكون متوفره عندكم، واذا ما توفرش عندكم تقدروا تستغناو عليه. بهذه الطريقه نحاولوا نديروا البهارات كلها والتتبيله الاولى على الدجاج، هكا باش الدجاج تاعنا يجينا بنكه ويجينا بنين. هكا راح نغطيه عليه ونخليه حوالي 5 دقائق الى 6 دقائق يعني على نار هادئه باش الدجاج يمتص كل كميه البهارات ويجينا بنين، يعني حتى يتقلى مليح. بعد ما تقلى الدجاج تاعنا، هنا كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اجنحة الدجاج، تقدروا تستعملوا صدر الدجاج، يعني القطع اللي تكون متوفرة عندكم. راح نضيفوا كمية الارز. بالنسبة لي هنا استعملت ارز بسمتي، هنا كل كأس ارز بسمتي يقابلوا سواء كأس ونصف من كأس ونصف من الماء او كأسين من الماء. يعني اذا كان هذاك اللي تشروه بالميزان، ارز بسمتي اللي بالميزان، نستعملوا كأسين من الماء، واذا كان هذاك اللي يجي كاشتي يعني في ماشي تاع الميزان نستعملوا كأس ونصف من الماء. يعني ثاني ارز بسمتي راه يختلف من على حساب النوعية تاعو. راح نغطيو عليه ونخليه يكمل يتقلى ثاني كذلك الأرز يعني حوالي 2 أو 3 دقائق فقط. من جهة أخرى راح نحطو الماء يسخن باش نمرقو به. هنا أنا بالنسبة لي منرق بمرق الدجاج، يعني سواء تستعملوا مرق الدجاج أو تستعملوا الماء وديروا فيه مكعب دجاج وتخليوه يغلي، يعني لازم الماء تاعكم حتى يغلي. النار دائما تكون نار هادئه باش الارز تاعكم ما يلصقش في المقلات. انا كي تجيو تمرقوا مرقوا تدريجيا يعني حتى الارز تاعكم يطيب. هنا المره الاولى راح نغطيو الارز بالماء ونغطيو عليه ونخليوه على نار هادئه، وبعد ما يشرب كل كميه الماء رايحين نشوفوا اذا نزيدوا له ولا لا، يعني تبقى لكم تضيفوا الماء تدريجيا هكا باش ما يتعجل لكمش الارز ويطيب يعني بالقوام المطلوب. هكا دائما على نار هادئة، نار هادئة نغطيه عليه ونخليه حتى يطيب ويشرب كمية كل الماء اللي درناه او المرق اللي كنا درناه. بعد ما يشرب كل كمية المرق راح نشوفه اذا طاب راهو طاب، اذا ما طابش راح نزيدوله كميات قليلة فقط، نبداو نزيدوله بكميات قليلة. هنا من جهة اخرى كنت نحيت الدجاج بعد ما طاب للارز، نحيت الدجاج. هنا الزيت اللي كنت درت فيها الدجاج رايحة هي نديرها من فوق، راح تزيد بنة عظيمة للدجاج تاعكم.
او الارز تاعكم. يعني جربوا هذه الطريقه وراح تشوفوا البنه اللي راحين تتحصلوا عليها، ويكون الارز تاعنا واجد وجاهز. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله من اسهل الوصفات اللي تقدروا تديروها. يعني وصفه سهله وسريعه وفي متناول الجميع ان شاء الله. نتلقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.